نعم حسين، هذا في هذه الساعة بالذات هنالك قصف جوي عنيف أو متتابع للجيش السوداني عبر الطيران الحربي على مواقع وارتكازات لقوات الدعم السريع. نستمع الآن إلى أصوات المضادات الأرضية التي تلاحق الطيران التابع للجيش السوداني. يبدو أن هذا اليوم اعتمد فيه الجيش السوداني على الغارات الجوية بشكل مكثف للغاية، فيما خفتت إلى حد كبير أصوات المدافع الثقيلة والمدافع المتوسطة. في بداية هذا اليوم بدأ قصف مدفعي من الجيش من قواعده شمالي أم درمان تجاه مواقع وارتكازات لقوات الدعم السريع في مناطق تحيط بسلاح المدرعات، ثم لا يلبث أن تحول الهجوم العسكري للجيش السوداني عبر الطيران، فنفذ عدة غارات في أحياء محيطة بمنطقة سلاح المدرعات، بالإضافة إلى مناطق للدعم السريع في جنوبي الخرطوم في مناطق الكلاكلة وأبو آدم، بالإضافة إلى شن غارات مماثلة في منطقة شرق النيل ومنطقة سوبة بالذات. أيضا كانت هنالك غارات في المحيط القصر الرئاسي في الخرطوم قصفت أو استهدفت تجمعات لقوات الدعم السريع. إذا من الممكن أن نقول أن هذا اليوم هو يوم للطيران بشكل كبير للغاية، اعتمد فيه الجيش وربما على تجفيف محاولة تجفيف خطوط الإمداد التي تذهب إلى الدعم السريع في منطقة محيط المدرعات. خلا ذلك فإن المناطق الأخرى تشهد ربما استقرارا أو هدوءا نسبيا على عكس الأيام السابقة. هذه الجبهات التي كانت مشتعلة في منطقة أم درمان القديمة التي حدثت بها مناوشات قليلة ربما هي أخف حدة من الأيام السابقة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الزميل محمد إبراهيم مراسل الغد، كنت معنا من العاصمة الخرطوم.